بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا شفنا كيفاش نتعامل مع باز دو دوني انطلاقا من افيشي اجوتي سوبريمي موديفي، وكلها انطلاقا من لاسبي غرافيك او لو مود اسيستون، بمعنى ان كود في فيدوتي ما حتى فيه حتى شي بارتي، فقط داكشي كيتجينيرا اوتوماتيك. دابا غادي نشوف واش قلنا ان اوتوماتيك كيتجينيرو هاد لي روكيت اس كيو ال، هاد لي روكيت اس كيو ال كيتجينيرا بطريقة اللي هي اوتوماتيك. غادي نشوفو دابا شنو كيفاش ناجوتي هادوك لي كوموند، كيفاش نجينيري هاد لي كوموند نتاع ابديت سيليكت انسرت ثم ديليت. هاد لي روكيت هادو اون فوا او لا اما هاد الكونترول اس كيو داتا سورس هو لي كاجوتيهم او لا انا لي كنأجوتيهم، بمعنى شنو هما لي نيفو لي ممكن اجوتيهم. كاين اول طريقة اللي هي شفنا بطريقة اللي هي تخي سامبل و اللي بينا ده كنجي فقط انا كنسيليكسيون مثلا بي ثم كنختار اوبسيون افونسي كنكتيفي هادي اوتوماتيك كيجينا هاد لي روكيت. اذا سيفونت تيست لا روكيت سا مارش. الا جات مثلا واحد الكونترول جريد فيو مثلا افيش فيه ممكن ندير دوا باش ناكتيفي في هاد لو شون كامل اوتوماتيك سكول داتا سورس ان هادي حق ناكتيفي الباجيناسيون لو تري موديفيكاسيون سيبريسيون ثم لا سيليكسيون بهاد الشكل. هنا الا جينا كنلقاو ان هاد لي روكيت بهاد الشكل. اذا دابا حنا بغينا نشوفو لي نيفو لي تنكتبو فيهم هاد لي روكيت. كاين عندنا اول حاجه هي انني كنستعمل بهاد الطريقه هادي درنا. اذا غادي ليكزيكوتي مثلا كنستخدم البرينسيپ تاع لي روكيت، كندير اوبسيون افونسي وكنأكتيفي هادوك لي شوا لي درنا. اذا لاحظنا مثلا سيليكسيوني سا مارش، سوبريمي سا مارش، موديفي سا مارش، كاع لي زانفورماسيون مزيان. هادي الطريقه الاولانيه. كاينه طريقه اخرى هو انني كنأجوت هاد الروكيت فالروكيت سيليكت انا باش نعرف واش وقع ورا هاد الاسم او لاش كيدير في بيلو الفيزيو سي ديش كيدير ورا هاد لاسبي غرافيك. اذا مثلا سيليكسيون مثلا برودوي بي فقط لا ما غاديش ناكتيف هاد لابارتي هادي ثم غادي ندير سيفون تيست لا روكيت. اذا هنا الا جينا تلاحظوا ما كاينش عندنا لاروكيت، ما كاينش عندنا لاروكيت تاع اوبسيون كوموند. انا النيفو الثاني هو انني كنأجوتي هاد لاروكيت بهاد الشكل، كنجي لهنا ثم كنأجوتي روكيت مثلا ابليت كوموند ثم كنبريسيز هاد البارامتر هادي كيف شفنا دوك لي زانفورماسيون فين ما كان شي بارامتر كنسبق او باس كنعطي السمية تاع البارامتر. اذا هادي الطريقة كنبريسيزي نفس السمية تاع روكيت. اذا كنأجوتي سيليكت كوموند نفس مثلا كود فعل اللي شفنا ثم كن اب او لا مثلا ديليت كوموند. ديليت كوموند نفس البرانسيب تماما، ديليت فروم ديليت مثلا لا طابل لا روكيت اس كيو ال تماما، غير فين تيكون واحد فين تيكون شي شي موك اللي هو مثلا بارامتر كنجي كنأجوتي في وسط الكوليكسيون. غادي نجي نعطي واحد ليكزومبل مثلا ديليت ندير كلشي ماجيسكين فروم لا طابل اللي هي بي، اما ندير بي بهذا الشكل هذا او لا من الاحسن ندير هاد لو شوز بهذا الشكل هذا بي وير الاي دي كيساوي او لا وين هنا في هذه الحاله عندنا الاي دي كذلك او لا لو شون الى جينا مثلا لاحظنا عندنا الاي دي هنا هذه اوكازيون باش يبان الفرق نتاعها. لاحظنا عندنا الاي دي كاش مثلا الاي دي كيساوي مثلا واحد الفالور اللي هي بارامتر اللي هو اغوباز اي دي بهذا الشكل. هنا الى حطيت هذا الاي دي بهذا الشكل هذا كيعتبرو موكلي كيعتبرو اي دي بحال هذا الاي دي اللي عندي، وهذا خطا باش كنا هذا هو لافونتاج تاع هاد الخوش هذا كنديرها بهذا الشكل. اذا انا اوتوماتيك كان اوبليجي اللي كنقول لها ان هذا عباره على مون كلي عباره على واحد لو شون اللي هو سميتو الاي دي بهذا الشكل. ثم غادي بريسيز هاد لي فالور لي بارامتر. هاد لي فالور كنجي لاحظنا قبل ما نسد هاد ديسكيو داتا سورس انا كنبريسيز لي بارامتر. اذا اون فوا كنفتح كيعطيني دي لي بارامترز فلتر بارامترز انسرت بمعنى لي بارامتر انا في لوكان تاعنا اللي هي دي لي بارامترز. ثم لي بارامتر كان فوسطا كان سيليكسيون البارامتر وكنعطي النيم نتاعو مثلا انا النيم نتاعو اللي هو الاي دي ثم التيب نتاعو عباره على سترينغ شين دو كاركتر. اذا هذا الكتابة بهذا الشكل. انا دابا لاحظنا جينيريت هذا الكود هذا بطريقه اللي هي سامبل بمعنى ما بازاش على هذا البرانسيب تاع مود هذا البرانسيب ديال مود اسيستون او هذا البرانسيب ديال ناكتيفي دوك لي باش يجيني هذوك لي روكيت اوتوماتيكمون. اذا هذه طريقه ثانيه غادي نحيد هذا الروكيت هذا
دونك فقط انا سيليكتو دي ليه اون فوا مثلا غادي نجي لهنا اجت واحد جريد فيو ثم غادي نبخي سيزين سكيل سورس. تلاحظوا انه اجت لي لا سوبريسيون بمعنى اوتوماتيك هو كيلقى هاد فاش كيجينيري هاد الكود هذا كيلقى فوسطو انا ديليت ديليت كوموند اوتوماتيكمون كيجي كي اجوتي هاد لو شوا هنايا كي اجوتي هاد لو شوا ديال ديال نتاع اكتيفي لا سوبريسيون. اذا هذا مستوى اخر. ثم كاين بارتي اخرى هي انه ممكن نجي فوسط هاد لو كوموند هذا نبريسيزي هاد لي كوموند انطلاقا من هاد لي بروبريتي. بعد ما غادي ناكتيفي هاد لوبجي اللي هو اس كيو ال داتا سورس ثم غادي نجي لبارتي مثلا تاع سيبريمي واحد لا سيبريمي او لا كاع لي روكيت مثلا ابديت سي ابديت ثم غادي اجوتي هاد الروكيت بطريقه عليه عادي ابديت مثلا نفس البرانسيب تماما ابديت سميت لطابل مثلا يبي ثم غادي نكتب هادوك لي زانسكريبسيون سيت مثلا الاي دي كيساوي واحد البارامتر اللي هو الاي دي غادي ناجوتي هنا اجوتي بارامتر اي دي بهذا الشكل هذا غادي نحط هنا اي دي بمعنى نفس لي زانسكريبسيون بطريقه اخرى. هنا كاين عندي هاد لو شوا هذا هو انني هاد الاي دي هذا واش بغيت نجيبو منين واش بغيت نجيبو من شي كوكيز كاين واحد الكوكي سميتها اي دي او بغيت نجيبو من شي كونترول بحال التكست بوكس. هنا ما عندي حتى شي كونترول فوسط الباج بغيت نجيبو من شي كونترول تكست بوكس او من شي شي كونترول تاع فيه التكست او لا بغيت نجيبو مثلا واحد شي فورم او بغيت نجيبو كويري ستانك بين ريكوبيري من لو ليان او لا من فورم بمعنى ريكوبيري من بوست شي انفورماسيون سيفت لهاد لاباج اي انسي دو سويت. اذا هذا نيفو اخر ولا ميم شوز بالنسبة كيف شفنا ديليت نفس البرانسيب كان بازي عليه لابد نبريسيزي لا روكيت نتاع ديليت ماشي فقط ديليت ولكن حتى الروكيت انسيرت كويري ثم ديليت كويري. طيب دابا غادي نشوف واحد لابارتي اخرى هو اننا غادي نجينيري الكود ولكن بطريقة بارت بلاصة اخرى غادي ندير كونفيغيري سورس دو بومين بي ثم غادي نجي لهنا هاد المرة ما باقيش غادي ندير سبيسيفي لي كولون او لا ما باقيش غادي نكتب بازي على هاد لي شوز بهاد الشكل هذا. راه هنا كلشي غادي كي تيزاكتيفا بمعنى انني لا سيليكسيون تاع هاد لي شون هاد البارتي كل هاد لو نون تاع لا طابل و لو نون تاع الكولون و هاد لوبسيون هكا كانوا واش انا غون تاعهم كيمكنني باش نجينيري واحد الروكيت اس كيو ال و هاد لي روكيت ماشي قلنا فقط سيليكت ولكن حتى انسيت ابديت ديال لي. هنا ممكن نستغنى على هادشي كله ندير هنا مثلا سبيسيفي اون انسكريبسيون اس كيو ال بيرسوناليزي او اون بروسيدور ستوكي. هنا غادي نسبيسيفي واحده من عندي مثلا بمعنى روكيت انا اللي غادي نجينيرها غادي ندير سويمون. لاحظنا هو كيعطيني فقط هنا ابديت ثم انسيرت ثم ديليت بهذا الشكل بطريقه اللي هي عاديه. ثم انا كيف قلنا نفس البرانسيب تماما غادي نجي نحط مثلا بالنسبه لسيليكت نحط لا روكيت سيليكت سيليكت اول فروم مثلا نفس البرانسيب روكيت سيليكت ثم انا ابديت نحط لا روكيت ابديت ثم انا نعمل الشخص. وممكن كذلك نبازين او نعتمد على هذا جينيراتور دي روكيت هو كي بريسيزي لي طابلي ما يخدم بهم مثلا. لاحظنا بحال البرانسيب تاع الاكسيس او بحال البرانسيب تاع اسكيل سيرفر. لاحظنا هو كيعطينا لي طابل ممكن نبازي عليه كذلك نسينا لي طابل ثم كنبريسيزي لي كولون اللي بغيت مثلا هنا كيجيني لي كود اسكيل اوتوماتيكمون وهنا كيافشي الريزولتا اللي درت اكزيكوتي. هنا لاحظنا اون فوا كندير اكزيكوتي كيافشي الريزولتا في هاد لابارتي اللي كاينه لتحت. اذا هادي طريقه اخرى كنحصل فيها على الريزولتا مثلا نعطي مثلا نسي لا طابل مثلا اولا نسي مثلا لي شون اللي بغيت مثلا لا طابل بي بوان ايطوال ثم اوكي. اذا هو اوتوماتيكمون سيليكت اول بي بوان ايطوال فروم سميت لا طابل مثلا هنا ممكن سبيسيفي روكيت على حسب الشوا نتاعي. انا اوتوماتيكمون هو دار جوانتيغ علاش حيت استخدمت بليزيوغ طابل. انا لاحظنا درت مجموعه ديال لي طابل ممكن نيفيتي سوبريمي هاد لي طابل هادو نخلي فقط الطابل اللي بغيت. اذا لاحظنا الطابل هاد الطابل هادي كذلك ممكن نسوبريمي نخلي فقط الطابل بي. لاحظنا اوكي سيليكت اي دي لي فروم لا طابل بي تيست لا روكيت عطاني ريزولتا صالح بنفس البرانسيب قلنا هاد لي روكيت هنا غير اون فوا كيكون عندي شي باغامتر كنسبق عليه اروباس. وهنا هاد بروسيدور ستوكي ديجا ما عطانيش هنا شي بروسيدور ستوكي حتى الدروس اخرى غادي نشوف كيف فيها كيفاش نتعامل مع لي بروسيدور ستوكي ثم غادي سويفونت. اذا نفس البرانسيب تيعمل. اذا هادو هما بعض لي نوفو باش كنبريسيزي لي روكيت نتاع سيليكت انسيرت ابديت ديلي اما كان اوبسيون افونسي او لا انطلاقا كنجيرو انطلاقا من الكود هنايا او لا انطلاقا من لي بروبريتي او انطلاقا من سبيسيفي ان روكيت اس كيو ال بيرسوناليزي. هادو هما لي شوا لي كان هادي. الى هنا غادي نكتفي بهذا القدر هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.